اللي بيرقصوا شرقي باحتراف. اول ما عملت حته الرقص مع الشرقي. بنات شرقي اتعرف يعني ايه دي. احنا معانا النهارده محسن وايمن ويوسف وهنتكلم عن موضوع الشواذ جنسيا او المثلي في المجتمع. مشكله التدين ايه في الزمن ده؟ انه احيانا بيعرض نفسه كوسيله اخرى ان انا اشعر ان انا احسن من الاخرين. مفيش ولاد يحبوا مرات ابوه. حمسونا وهنرمي اسرائيل في البحر وهنعمل وهنسوي وشحنونا جامد، وفجاه بدات الحرب. زي ان حضرتك ما تقعد على الكنبه، خليك قاعد على الكنبه. ناس تانيه عايزين حاجات تانيه انزلوا وطالبوا بيها عادي. الجيش خط احمر، خط احمر يا سيدي. بس مالناش دعوه بس بالخط الاحمر والخط الاصفر. مين اللي اشتغل معاك؟ طلعت زكريا. ما يدخلش مكان انا فيه اصلا. انا امسك على نفسي واجيب قرش عشان يبقى ولاد اخليه. خدت ب 85 جنيه من اختي وهي بتربي يتامى. انا راجل طويل عريض. مساء الخير. مساء النور. وكمان بتقولي مساء النور. الاسم والسن والمهنة والعنوان. تعرف ان الولاعة بتاعتك هي أداة الجريمة؟ ايه علاقتك بالمجد عليها؟